اوعى عايزين طبعا نبارك تاكل لآية بره. عشان ربنا كرمها الحمد ايوه لله وفتحت عربية فول. قبل ما نبدأ الفيديو هنعمل ايه؟ اول حاجة جمعة مباركة، يا رب يومكم كله هنا. النهاردة يوم مختلف تماما لانه روتين يوم الجمعة. زي ما عودناكم هندعم 3 قنوات، واجمل 3 قنوات النهاردة موجودين معانا. اول قناة قناة مين؟ قناة انا وبنتي، بتقدم دردشات، بتقدم فلوجات، هتعجبكم جدا ولازم تدخلوا تشوفوا، لازم تشوفوا الفلوجات معاها. اتكلم معاها في اي حاجة، عايزين تدردشوا مع بعضيكم في اي حاجة، عايزين تستشيروهم في اي حاجة، بتخشوا تكلموهم وبيردوا عليكم. اول حاجة تخش تشترك عندهم في القناة وتفعل الجرس. وتاني قناة معانا قناة مين؟ قناة حكايتنا عمرو عبد الله. حكايتنا بتتكلم عن الحضارة، بتتكلم عن الفلوجات، الموضوعات اللي منتشرة هتلاقوها بتتكلم عنها. القناة دي بتقدم محتوى محترم جدا، لازم نخش نشجعه فعلا. والله انا دخلت القناة اول حاجة بيتكلم عن حضارتنا، كم الحاجات الحلوة في البلد، فعلا قناة محترمة جدا، لازم نخش نشجعه. اشتركوا عنده في القناة وفعلوا الجرس. تالت قناة معانا قناة مين؟ امبراطورية مين. القناة دي عبارة عن فلوجات جميلة جدا هتعجبكم، وتحديات وحاجات حلوة. انا القناة دي انا اعجبت بيها، قناة حلوة جدا، بتقدم فلوجات خفيفة كده وعسل بجد. الناس دي شاطرة قوي وبيقدموا يعني كم فلوجات مش طبيعي، يعني الناس دي فعلا عارفين هما بيقدموا ايه، ناس يستحقوا الواحد يشجعهم، ناس فعلا محترمة. انا كنمر استفدت منهم. القنوات دي قنوات فعلا تستحق الدعم، ناس محترمة، ناس فعلا بتقدم، مفيش اسفاف، مفيش الكلام اللي احنا بنشوفه كتير دلوقتي على السوشيال ميديا، ناس تستحق التشجيع. خش اشترك عندهم في القناة فعلوا الجرس. هتلاقوا القنوات دي فين؟ في الديسكريبشن تحت في اول كومنت. خش اشترك عندهم في القناة فعلوا الجرس. صباح الفل. صباح الهنا والورد، جمعة مباركة، يا رب يومكم زي الفل. النهاردة هنكسر كل الروتين، هنقضي يوم جمعة مختلف تماما وروتين مختلف، خاصة ان احنا النهاردة معانا بيبي هرماس. ومين نورنا يا نمر؟ مين معانا النهاردة كمان؟ يا هلا يا هلا يا هلا، صباح الحمد الورد. لله على السلامة يا جاي من السفر. عاملة ايه؟ الحمد لله والله يا جدعان. بس اول حاجة عايزين نعزي الاء، الانستجرام بتاعها اتقفل. مش عارفه ازاي يا جماعه. فداكي ان شاء الله، ربنا هيكرمك ان شاء الله، ومش هعمل لك انستغرام تاني. الانستغرام بتاعك خلاص كان قرب يوصل ل 20,000 ويا فقريه واتمسح. احلى مسا عليك. يلا الحمد لله يا جدعان، لو عايزين نعمل انستغرام تاني اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. ربنا يخلفنا خيرا منه. عامله ايه؟ الحمد لله. اول حاجه صباح الفل. صباح الورد. يوم الجمعه بالنسبه لي هو بيمر كده بالظبط، انا بدخل على السبت ما بلاقيش نفسي بقى. يعني هو الجمعه اصلا مش موجود، مش موجود عشان اجازه عندك. اجازه. اها، وانت يوم الجمعه عندك بالنسبه لك يوم الجمعه ده بيمثلك ايه؟ انا يوم الجمعه بالنسبه لي ده اجمل يوم، حتى من واحنا اطفال لو تفتكروا ده كان يوم اجازاتنا بنستغله قوي، مش بس في النوم، لا في ماشي احنا بنستغله في النوم، هنستغله في وقت ما كبرنا، بس واحنا صغيرين كان ده احلى يوم في حياتنا. ممكن ما ننامش ابدا عشان نلعب، نعمل، نخرج، نعمل اي هو حاجة. ده اليوم الترفيه بتاعنا. انا بالنسبه لي يوم الجمعه، يوم الجمعه مختلف عنهم كلهم. انا يوم الجمعه بالنسبه لي هو يوم الطبق الفول بالطماطم بتاع بابايا. بابايا ده كان يعني يصحى الصبح بدري، ينزل يصلي الجمعه وهو راجع يجيب لنا شويه فول من عند حسن بتاع الفول، وبعد كده هو بقى يقف في المطبخ يفضل يعمل لنا في الفول بالطماطم والكلام ده. حرفيا لو قعدت عمري في عمري ما هاكل فول بالطماطم غير من ايده. لا عايزين نقول حاجه، نمر كمان بفضل الله من وقت ما اتجوزنا عودني ان يوم الجمعه هو اللي بيعمل لنا طبق الفول. طب والله ده صح. ايوه انا بقولك في نفس الخصله، يعني سبحان الله، هو ورثهالي واخويا الكبير برضه في نفس الموضوع. النهارده يوم مختلف. اول حاجه الساعه كام معانا؟ الساعة دلوقتي الساعة حوالي 5 الصبح. انا صحيت من النهارده، صلينا الفجر وصحينا كلنا. هنعمل ايه النهارده؟ النهارده قال انا هفاجئكم وهاكلكم فول على العربية اللي كنت باكل عليها من وانا طفل، فتعالوا نشوف هل اليوم هيبقى حلو زي ما هو قال لي ولا لا، وناخدكم في جولة ونقضي روتين يوم الجمعة كله مع بعض. اخوكم المنطقة اللي انا اتولدت فيها واتربيت فيها، وهوديكم ناكل من عربية الفول اللي انا برضه كنت باكل عليها من صغري. النهارده اليوم هيبقى بص عسل كده ومبهج، ولسه في شوية مفاجآت تانية هتعرفوها وهتشوفوا مين لسه معانا ضيوف تاني غير الو. فين الاء؟ الاء انت رحت فين يا بنتي؟ انت تختفي؟ رحت اكل احتياطي. انا ما دخلتوش البيت بسهوله. طيب لو عايزين تشوفوا فيديو اعتذاره قولوا لي وانا هنزل لكم الفيديو بكره، ومش راضي ينزله. لا بس انا زليته، عايزه والله بهدلتني على فكره. ما تطلع من الشباك وجبتها ورد وعملت نفس روميو عشان خاطر توافق وتسامحني. لو عايزين الفيديو ده كتير مش هنزله. انا بهدلت في الفيديو ده. لا هنزله، انا وقعت من الدور الاول. هنزله بكره لو كتبتوا لي كتير نزليه. هنتحرك على منطقه دار السلام، المنطقه اللي اتولدت فيها، المنطقه اللي انا بعشقها وبعشق ناسها وبعشق اهلها. انا قلت انزلها دلوقتي بدري عشان خاطر طبعا هتبقى فاضيه، بعد كده تبقى زحمه جدا. فدلوقتي هننزل في الروقان والدنيا هاديه، واروح بقى نفطر مع بعضينا. تعالوا قضوا معانا روتين يوم الجمعه بالكامل لاول مره. يلا النهار شقشق ازاي؟
الجو تحفه. اول فلوج مصوره بدري كده يا جماعه. الجو رهيب رهيب، حسسني كده مش عارفه، رجعني ليه لايام الطفول. ايوه يا نهار، انت قلت الكلمه اللي على لساني، مش طبيعي. هنموسه استني. بابا يا بابا يا بابا، معايا قلب وقمر يا ناس. ماسه يا ماسه، هرمس يا قمر يا بنتي. بصي لي يا بنتي، يا بنت ابوس ايديك لما انده عليك ترد عليا. بس القديمه في الابويه الامويه، الطفل يبدا يرد عليا امتى؟ يعني الطفل يبدا يرد عليا امتى ويتاقلم معايا من امتى؟ السؤال بس، هي هتتكلم معانا امتى؟ ان شاء الله قريب جدا. يا بنت وطيت هناك، يا بنت بصي لي براحتك، خليك معايا. النهارده ماسه طالعه تاكل فول. النهارده اول مره بنتها تاكل فول يا هانم. انا الجو ده بيفكرني بايام المدارس، نفس الالوان ونفس الريحه. انتوا اكيد عارفين ريحته وشكله، اللي هو بتاع 7 الصبح ده. اول كنت بصحى بضرب الجزم والله العظيم، كنت سامع انا واخويا كنا بنلعب على سرير واحد، كنت انا اخش انام جوه عشان اصحى ثاني واحد، مش اول واحد. ايه رايكم النهارده في الماتشنج بتاعنا ونم؟ هوبا بتقلديني قوي، يونيفورم قوي. انت شفتني وانا كاميه ده طلعت اللبس ده؟ لا انت مخلي اللبس ده على الوش عشان البسه اول حاجه. مصحى قوي. هنعمل ايه يا ام؟ ايوه النهارده في اذكار الصباح طبعا، انت اول مره تصحى معانا على الصبح كده، في اذكار الصباح اللي بتبقى على الصبح دي. مش اذكار الصباح؟ بسال كل سؤال، يعني يوم الجمعه ده بيفكركم بايه؟ يعني يوم الجمعه ده بالنسبه لكم ايه؟ ايه العاده اللي بتحصل او بتعملوها يوم الجمعه؟ يا ريت تشاركونا العاده اللي انتم بتعملوها، يمكن تبقى عادتنا احنا كمان، ولو في عاده حلوه بتعملوها يوم الجمعه. يعني احنا العاده بتاعت يوم الجمعه طبق الفول بالقوطه او بالطماطم وشويه جرجير كده حلوين. يا لهوي يلا بينا. صباحكم هنا، تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. يلا وصلنا عند ابو علي الشمساوي. منور يا علامي. صباح الفل، مالك زي الفل. ايوه بقى يا خلفاوي، تسلم ايدك. هوب هوب هوب. ايوه سهل لسه راح على البيت تاكل منه. اختي مش ولد اخويا. عامل ايه؟ عامل ايه؟ استنى يلا قول. عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه رايك في الجو على الصبح كده؟ حلو جدا شكلي. بص صحيح سنه صغيره على هنا. خلى بقى زود طلبين لاحمد ومواسي. امك الثانيه هي بنت سهله بسرعه. امك الثانيه والله حسيت بالخوف. انت مش في النوم. عندي فلتر. يوم الجمعه ده بيمثلك ايه؟ بناكل فول بس مش الفول السادة ده. اما ايه؟ بناكل فول بروطه. مين بيعمل فول؟ احمد. انا مش عايز اقول لك اسم اول فيديو ذكرنا اسمك. قلنا هو اللي بيعمل فول بروطه، انت وابويا. طب انت تعرف اصلا اللي كان في دماغي ان انا كمان ساعتين رايحين مشوار انا وهي؟ وانت هجيب فول وبصل وقوطه وبتاع واجي لك هناك. بجد والله؟ هو فول جالك عشان انت انسان سالك من جواك، جالك فول لحد عندك. فول لحد هنا. الله 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 الله. اول مره الاجواء الجميله دي بجد. الله على لمة صحابي يا شيخ. بقى عشان ناكل بسم الله وقطع رغيك خد راحتك. بص فول وطعميه وبطاطس وجرجير وبصل. ده اسمه ايه؟ زيت حار. ده التوضيع بتاعت الفول. بحبح هنا. لكن لو انا في اي مطعم عدل ولا حاجه بيحسب لك الحبه دولت مثلا ب 20 جنيه. انت بتقول ايه؟ عايز صغيره. عندك فلفل مقلاوي؟ ايوه يا حسام اتفضل. نور شاكرين لك، كنا وحشينك قوي. بس حتى مش سلام ربنا علينا، دخلت كلت على طول. ايه رايك؟ تحفه. لا بجد تحفه، لازم تيجوا تجربوا والله العظيم، من اجمل الايام اللي قضيتها في حياتي. البيبسي ده الطفايه دي. طيب احمد عايز ياكل هرماس طعميه. هتاكلها طعميه؟ جميل ما شاء الله. بس اهم حاجه تبقى محشيه عشان خاطر ديس صغيره. انا ما قالت لي عايزاها محشيه وعايزاها. تمام تمام. لا لا انا عارفه ان هو بيحبها وبيحافظ عليها اكتر مني. ما هو عشان بيخاف عليها بياكلها طعميه. لا لا بيهزر. لا فلفل عشان تبلع. البنت ذواقه زي ابوها وعمها. نجم العالم، اطول واحد في المنطقه عندنا ابو علي.
يا جدعان اي حد رجليه تيجي في دار السلام لازم يجي عند حسن، اقسم بالله اشطر وانضف ممكن تاكله في الدنيا كلها. انا جاي لك من مقطم، انا بص اتجوزت وخلفت وجايب عيال وجاي لك مخصوص عشان اكل من عندك. نورنا كبير بجد والله العظيم، من اشطر الناس وراجل ده من قصه كفاح وقصه نجاح مش طبيعيه. ده ما اتولدش لا عنده محلات دي، الراجل ده شيء وتعب وربنا كرمه. يعني انت حبيب قلبي وانا بتشرف ان اعرفك والله العظيم، وانت اخ لينا حبيب ابو علي، رجاله بلدنا حبيب قلبي، رجاله حبايب ربنا هشوفك انت ولا حسن والله. يلا يلا جربي بسم الله كده ويلا اوعى تطلع القدره كلها بره. ايوه بس هوب، لا لا اعملي زي بيعمل حركه كده غريبه. ايه بقى كده؟ هوب حسن عايز حد يشتغل معاك بجد. خلاص قادمه الله ينور عليكي، الله اكبر عليكي، شرفتينا. اجي تعبيه فول ولا اكنك بتعبي بصي رز سكاي بتاع ده كده بقى بتبقى على شكرا مليون. اتبطل بقى نص مليون. جرب كده بقى تجربتنا الجميله، تعالى كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم. والحاجه انتوا عليكم حركه زي دي، انت بتعمل كده ليه؟ كابتن محمود هيعلمني كده كده. الموضوع تاني سهل. لا ما انت بس كده غلط كده. لا اهو حد بس اي حد يقول لي عايز بنص جنيه. عايزه بنص جنيه، هو في حد بيشتري بنص جنيه؟ عايزين نص جنيه؟ مش كان في نص جنيه ربع وربع؟ ايوه صح كده؟ ايوه. أول واحدة جت في وشي الحمد لله. على بيتك. هوبا. الزباين ايه الله اكبر عليهم، جايب كومبارسات معايا يساعدوني. ربع جنيه خد. ايه؟ ربع جنيه. ربع جنيه خد لحظة. عملتها صح ولا لا؟ بأمانة. لا بس انت بتتحصل طبعا. انا واخدها في البيت عارف هو حد خد باله؟ انا دلوقتي هبيع لحسن، عايز ايه؟ اتفضل. طلب حار. ايه؟ من غير شطه. ايه؟ طلب حار، استنى. ده حار بسم الله. حبيبي بس خدها، بس انت عارف الزيت غالي ما ينفعش اكتر، فاهم قصدي؟ حبيب مالك. نقطتين. طب انت شكلك ليه؟ طيب ما تكترش بقى الله يبارك لك. غالي يا ماشي. خدها اهي. احلى طبق. والله العظيم هي تجربه حلوه. واحسن حاجه اللي هي عند حسن. الراجل ده برنس. حبيبي. علمني اكل وعلمنا نعمل الاكل بنفسي. انت مين يا جماعه علي؟ واحد بيعمل كل ترنين الله. انا قادم قوي. انا بصي انا في الفول ما حدش يرحميني. دلوقتي الحمد لله خلصنا فطار وهنبدا نودع امل. والله اتبسطنا ان احنا شفناكم وصحيناكم من النوم، معلش. اول مره نبدا فيك لحد بعد الفجر. ايه؟ شكرا. حب الناس ده نعمه. قلت لك اخواتي يشوفوا في عينيهم. عايزين نتكلم. تعالى عندنا وانت مش راضي تيجي. احنا قلنا الواحد في دم يعني. صحيحينكم الفجر في الاخر عايزين نقعد عندكم. انت عملت التوقف بقالك ساعه. ده لو واحد كان في نيته اللي هو يطلع صعبان علينا. عصير قصب، مين بيحب زينا عصير قصب؟ عصير قصب حكايه، هو معروفه فول بعدها عصير قصب. الواحد ضارب بصل كفايه يخلي الناس كلها تقعد في وشه. ربنا يسعد قلوبكم.